وسهلا بكم مشاهدينا الى هذه الحلقه. بدي ارجع ارحب فيك استاذ سالم. بدنا نبلش واستعينوا على تاليف حكومتكم بالكتمان وبعيدا من الاعلام. لا بطل في كتمان خلاص. لا بعتقد اليوم بلشت تنفلش شوي المعطيات. واضح انه في سبق على عكس راي كتار يلي مش عم يقبلوا يربطوا الانتخابات الامريكيه بتشكيل الحكومه. انا مش مقتنع. كنا عم نحكي هيك تحت الهواء كيف كنا دائما نقول مع حضرتك انه عشيه الانتخابات الامريكيه المقبله قد تتجدد التسويه بين التيارين المستقبل والتيار الوطني الحر المذكره. وكنا مستندين لتجربه الماضي لانه مثل هالايام عشيه انتخاب الرئيس ترامب كانت عم تصير التسويه وعم يتم انتخاب الرئيس ميشيل عون وعم يرجع على الرئيس سعد الحريري. انا اعتقد انه نفس المنتج يلي اشتغلناه من 4 سنين او اللي اشتغلوا من 4 سنين ما بعرف مين هو القائد الاوركسترا هو ذاته عم بيعيد صياغته. يعني لكون واضح مع الناس بعدنا امام المنتوج نفسه نفسه نفسه, نفسه. ما تغير شيء ولا بالمقادير حتى نفس الظروف مع نفس اللعيبه بتعمل نفس النتيجه. هذه قاعده علميه. من 4 سنين كنا عشيه الانتخابات الامريكيه. اجوا سعات الخير جمعوا الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري انتجوا التسويه في لحظه الغفله الامريكيه بمؤازره فرنسيه. وتقاطع ايراني سعودي انا تقاطع ايراني فرنسي كان للامانه وكان السعودي غير مبالي. الذي حصل هو سيناريو طبق الاصل مع بعض الفوارق. يعني الامريكيين رايحين على الانتخابات الفرنسيين عاملين مبادره وعم تتفركش بهيدا الوقت. انفتح ترسيم الحدود وانا قناعتي لولا طاوله ترسيم الحدود لم تكن لتولد هذه الحكومه. لانه هذه الطاوله سمحت للامريكيين بان يغضوا النظر عن الملف اللبناني. حققوا انجاز وطلع بومبيو وزير الخارجيه الامريكيه وقال بلشوا التفاوض الشباب ودخل لبنان ودخل لبنان الى الحلبة. يعني باختصار منذ 4 سنوات في مثل هذه الايام حصلت التسويه بين التيار المستقبل والتيار الوطني الحر وانتجت الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري رئيسين للحكومه والجمهوريه. كانوا الامريكيين في لحظه غفله، كانوا الفرنسيين ضاغطين من اجل التسويه، كانوا الايرانيين على علاقه طيبه بالفرنسيين بسبب ملف النووي، كانوا السعوديين ملتهين بالملف السعودي الداخلي. اليوم ما اشبه بالامس مع فارق هو ترسيم الحدود وطاوله الناقوره التي تجمع مفاوضات غير مباشره بين لبنان والعدو. يعني عم تقول بتوقيت ترسيم الحدود تولد الحكومه في لبنان؟ لا لكون كثير واضح. الامريكان اعطيناهم شيء يخليهم يقولوا خلي اللبنانيين يمشوا ومشينا. هون كان في رأيين، كان في رأي عم بيقول انه الرئيس سعد الحريري بحط التكليف بجيبته الى ما بعد الانتخابات. اجى رأي ثاني حده للرئيس سعد الحريري عم بيقول له مين بيعرف شو بيصير بعد الانتخابات؟ يمكن بعد الانتخابات ما يصير اتفاق ايراني امريكاني بالملف النووي وتروح المنطقه لصدام وبصير هذا التكليف ما له قيمه، خاصه انه الاكثريه اليوم مع 8 آذار نيابيه. لهيك في ضغط جدي من الرئيس الحريري بان تولد هذه الحكومه قبل الثلاثاء الكبير، يعني قبل موعد الانتخابات الأمريكية. هذا هو المعطى الأساسي اللي استند عليه رئيس سعد الحريري برأيك يعني في هذه المبادرة؟ لأنه كمان كان ثابت بالموقف بأنه لا يريد لا أن يرأس أي حكومة ولا حتى أن يسمي في لا في في أكثر من معطى. المعطى الأول المفاوضات غير المباشرة اللي حكينا عنها. المعطى الثاني الدولي اللي شرحنا هيك خريطه فينا نوسعها قد ما بدك. المعطى الثالث بكل صراحة هو مؤتمر صدر وصندوق النقد الدولي. لأنه الرئيس سعد الحريري كان من وقت طويل عم بيقول، إذا بتتذكري وقت الاستقال من سنة وعمل الورقة الإصلاحية وقال له حزب الله وين فيل نفذ الورقة وعطيها فرصة وفل، كان جزء من حديث الرئيس سعد الحريري لا أوساطه. ولبنان مش ضيعة أصغر من ضيعة، لبنان بناية كل الناس بتعرف شو عم بيصير عن بعض البعض. كان حديث الرئيس الحريري أنه نحن بلا صندوق النقد وبلا صادر ما في مصاري ما في فريش دولار ما حدا في يقوم بالبلد. إذا الرئيس الحريري عم بيقول بهول ال6 شهور إذا في مؤتمر صادر، إذا في صندوق النقد، إذا في صيغة البيل إن وبيع الأراضي وغيره والتفاصيل الاقتصادية، لا في الواحد يعمل رئيس حكومة. بس هذا يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي ببداية هذه الطريقة. بكفي إنه الأمريكي يضوي الأورنج، والأورنج مش مقصود فيه التيار الوطني الحر، لا المقصود فيه إشارة السير اللي هي إنه استعد لأنك تنطلق، بس في نفس الوقت أنت واقف. أنا برأيي بكفي إنه الأمريكيين ما يضووا الأحمر، يضووا البرتقالي لحتى الرئيس سعد الحريري يروح للحكومة. طب حيضوي على البرتقالي؟ يعني بين الأزرق والبرتقالي سلكت الأمور؟ أنا أعطي لهم مصلحة 3 أطراف أساسية بتشكيل الحكومة. الطرف الأول الرئيس ماكرون، خاصة اليوم بعد بهدلة أردوغان يلي قال له جيت على لبنان
أول مرة استقبلوك، تاني مرة شحطوك، وحكينا مطولا بعتقد قبل عن العلاقة الفرنسية التركية والبحر المتوسط والصراع اليوم القائم. نعم، الطرف الثاني اللي معني بولادة الحكومة هو الرئيس سعد الحريري اللي بحاجة يلم قواعده الشعبية، خاصة بعد ما شفنا تصدعات داخل فريقه وداخل بيته. الشخص الثالث هو الرئيس ميشيل عون يلي بعد أيام بيكون الذكرى الرابعة لولايته، وبتعرفي بس تفوتي بالسنة الخامسة من عمر رئاسة الجمهورية يعني فعليا بلش العهد عنده سنة، مرحلة السنة الأخيرة بتبلش الناس تحضر للانتخابات المقبلة، وبالتالي أيضا رئيس الجمهورية عنده مصلحة بولادة هذه الحكومة، وعليه ثلاث لاعبين أساسيين لهم مصلحة بولادة الحكومة اليوم أو امبارح قبل اليوم واليوم قبل بكرة. فرنسي ماكرون اللي عمل مبادرة واللي صغر فيها قدام كل العالم، بس هي المصلحة هي ذاتها كانت قائمة إذا بدك تقراها بهذه الطريقة بتوقيت تكليف الرئيس مصطفى أديب، ليه ما رحنا هنيك وقدرنا نمشي هلا بهذه الإجابة؟ لأنه من يوم محمد الصفدي لبهيج طبارة لسمير الخطيب، عديلي إذا نسيت حدا، كان الرئيس سعد الحريري لمصطفى أديب بده سعد الحريري. كان بده سعد الحريري. بس كان ينتظر ماذا؟ لا شو اللي كان عم بيحملهم تقيلات، يعني مصطفى أديب آخر شيء قال له بده يكون الوزير طوله متر و84 وبيعمل 2001 بوش أب عيد وحدة. يعني كان عم يحط له شروط تعجيزية. عم يحط له شروط تعجيزية لأنه بده هو يكون. لأنه بيعرف الرئيس سعد الحريري مثل حسان دياب، قالوا له جاي شهرين وراح يفل، طيب طبق السنة اليوم. ايه بس استاذ سالم، يعني حتى ولو كان يريد هذه العوده ولكن لم تكن ميسره، الابواب كانت مصدفة في مطرح من المطار. الرئيس سعد الحريري فخخ كل الرؤساء الحكومات المرشحين وعلى راسهم مصطفى اديب، والدليل قال له الاحزاب ما بتسمي، الشيعه ما بياخذوا الماليه كذا، طب كل هاي الشروط نزلنا عنها، ولا بعد شوي نحن عم نفوت بالتفاصيل. تجرع كاس السوق، يعني السوق مثل ما قال. اتصل الرئيس الحريري بالنائب اسعد حردان. ايه تخيل لو مصطفى اديب عملها مثلا، شو كان عملوا فيه؟ طب شو عدم بدأ؟ عدم بدأ انه اجى الاصلي ليعمل رئيس حكومه بظروف طويله حكينا عنها، يعني عناصر نضجت من اجل هذه العوده، هذا اللي عم بتقوله، وفي لحظه تقاطع ما عناصر دوليه بامتياز. وللاسف الشارع طلع فيك. شو يعني فيك؟ فيك وين الشارع هلا؟ يعني هو هلا اليوم تأييد الشارع، ما في ثوره، ما في ثوره، مش من سنه. ايه؟ اليوم لازم يكون في ثوره. ليه؟ لانه يعني مفارقه. شو هلا ست سوسن عادي على رواق، وقارني حياه سوسن صفا مثل حياه كتار، كانوا من سنة كيف كانوا عايشين، كيف كان الدولار، كيف كان الدواء، كيف كانت الكهرباء، كيف كانت الطرقات، كيف كانت فرص العمل. كان ما عجبنا، كنا عم نعمل ثورة وكان معهم حق الناس. طيب اليوم شو اللي تغير؟ نحن أسوأ ضرب 100، أسوأ ضرب 100، ما في حدا بالطريق، ماشي فقدنا جنى أعمارنا، ما في حدا بطلنا عارفين شو ناطرنا، ما في حدا بالطريق. عم يعملوا المؤتمر بأوتيل بفندق ليعملوا رؤية استراتيجية كأنهم بسواد. إذا كان واضح إنه هذا الشارع صحيح في ناس صادقين، وهذا الحكي اللي بحري إن نحن ونحكيه، لكن في ناس ركبوا عليه وعربشوا عليه وعم بيدروه. ومرة من المرات إحدى المحطات قلنا لأحدى الزميلات صار تحكي ثورة، وثورة بعده موجود بالأرشيف، قلنا لبكرة بس يصير التسوية، أنتوا نفسكم اللي هلا عم تدقوا على الدربكي رح تدقوا على الدربكي للتسوية، وهي وين عم تدقوا على الدربكي. إذا واضح أن النظام الطائفي اللبناني أقوى من الأنظمة العسكرية والعائلية، وشو بدك قولي بعد؟ ليه؟ لأنه وقت إجى الربيع العربي اقتلع بمصر، واقتلع بليبيا، واقتلع بتونس، اقتلع دول وأنظمة عمرها 50 سنة، لكن وصل على لبنان تبين أن النظام الطائفي عصي على الكسر. يعني لا يمكن للبنان أن يثور بهذا المرة، أعوذ بالله، ولا يمكن أن نحلم بأي تغيير. أنا قناعتي الشخصية اجت فرصة وحيدة بتاريخ لبنان الحديث اسمها أنطونس عادي. أنطونس عادي كان عن جد غير مذهبي، وعن جد غير طائفي، وعن جد وطني. وأنا قناعتي لو أن هذا الرجل استطاع أن يحكم لبنان لكان لبنان في مكان آخر، ولكان ممكن أن تحدث فيه ثورات من حين إلى حين. ممنوع. أما النظام الطائفي والمذهبي لا، وما تفخزيني بهالكلمة وقت بيكون رئيس بري رئيس مجلس نواب، والرئيس الحريري رئيس حكومة، والرئيس ميشيل عون رئيس جمهورية. طيب ما واضح هذا النظام الطائفي كيف موزع. يعني اثنين بيتفقوا على واحد، او واحد بده يضرب اثنين، ما راح تزبط. الحل هو كان بنظام مدني. نعمل التجربه وحيده مع أنطونس عادي، انتهى به الامر رميا في الرصاص تحت شجره هون بمارلياس بالاعدام. وانا برايي بلحظه اغتيال أنطونس عادي قتل الامل ببناء دوله مدنيه في لبنان. لا ترجع تقوم لك قيامه حتى في ظل كل المواقف هلا مؤخرا اللي عم نسمعها، الكل صار يعني اذا بدك يريد العبور إلى هذه الدولة المدنية بالحكي بالشعر. بس ماشي بالحكي بالشعر.
بيروح بيعلم اولاده بمدرسه لطيفته، وبيتحكم بمستشفى لطيفته، وكل موظفينه اللي حواليه من طيفته ما بيلبس ثيابه الا من محل بطيفته، بده دوله مدنيه. وكيف فايده؟ كله مزح. ما رأت تجربه وحيده جديه في تاريخ لبنان الحديث كانت تجربه مدنيه حقيقيه هي عن تونس. يعني كانك عم تقول لنا ما في امل حتى انه نحلم انه رايحين الى هذه الدوله المدنيه. لا، نحتاج الى امر من اثنين، او مناخ اقليمي فيه جو لا طائفي، او شخصيه فذه مثل سعاده تقدر توصل للحكم وتغير الدستور. وخليني هيك اذكرك، كانت تركيا دوله علمانيه صحيح، هيك، وكانت فلسطين بعد ما اجت فكره يهوديه الدوله واحتلوها. طيب نحن اليوم باي جو عايشين؟ بفلسطين المحتله يهوديه الدوله، يعني كيان فقط لليهود بقوانين تميز اليهود عن باقي الاطراف، وباقي الاطراف اني مسيحيين وان المسلمين وان الدروز وان كل الناس. طيب اليوم بتركيا في نظام اخوان مسلمين، بالجمهوريه الاسلاميه بايران وبحكيها بكل شجاعه ايضا في نظام اسلامي جعفري. وبالتالي في قلب هذا المناخ من تلك الدول القائمه على البعد الديني، من المستحيل ان يكون لبنان دوله مدنيه. يحتاج لبنان ليكون دوله مدنيه الى امرين: مناخ اقليمي مدني غير طائفي، والأمر الثاني الذي يحتاج إليه شخصية فذة تستطيع أن تصل إلى الحكم وتعدل الدستور، لأن دستورنا في عصبه مبني على الطوائف والمذاهب. أنت ما فيك تقنعيني أنه نحن بدنا دولة مدنية وحراس الأحراج كمشي مرأة نعد مين السنة ومين الشيعي ومين الأرثوذكس ومين الكتال ومين المغربي. بس المفارقة أنه مش كل الأطراف إذا بدك اليوم موافقة على هذا النهج أو السلوك. لكن اليوم في يعني أطراف محددة هي اللي إذا أنت جبتي وعاء دائري جاط كبيتي فيه مي بتاخد شكل مستطيل، هذا النظام الطائفي المذهبي أي شخص اللي كان بفوت عليه بيت مذهب. وأنا فيه سمي لك مئات الأشخاص غير المذهبيين وغير الطائفيين عندما دخلوا إلى السلطة تمذهبوا لأن هذا النظام هو نظام مذهبي. يعني هذا بيعطينا أجوبة أكثر ليش ما قدرنا نروح إلى تحقيق كل الشعارات التي أطلقت قبل دخول السلطة، بعد دخول السلطة خلص صرنا جزء من هذا النظام الطائفي العفن. هي الحقيقة، وعندي كل الجرأة لك، وكلهم يعني كلهم في قلب هذا الوعاء المذهبي والطائفي. حتى الحركات المدنية والعلمانية عندما دخلت إلى السلطة دخلت في قلب هذه المحاصصة. بس ما فينا ننكر أنه ب17 تشرين كنا أمام تحول كبير، يعني إذا بدك حكم هذا المشهد بغض النظر عن فشل أو نجاح هذه التجربة. وإذا بدنا نرجع سنة لورا أستاذ سالم نشوف أنه في فئة شباب نزلت وكانت عم بتنادي وبعيدا عن هذا النهج الطائفي والمذهبي، وكانت عم بتقول أنه أنا أريد العبور إلى هذا الوطن اللي كلنا عم نحلم فيه، شئنا عم أبينا بغض النظر عن كل اللي رافق إذا بدك هذا المشهد. الجواب على هذا السؤال أنا برأيي ما فينا نجاوب عنه بس بالسياسة، لا، نحن بحاجة نجاوب عنه بالعلم الاجتماع وبعلم النفس أيضا بعلم الأحصاء. خلينا نتكلم وبالأحصاءات واللي بدك إياه. ارتكبت هذه الثورة جملة من الأخطاء، لكن أبرز خطأ ارتكبته أنها تحولت إلى طائفة جديدة. بأي معنى؟ بأي معنى؟ بمعنى أنه إذا سوسن اليوم عملت موقف ما عجبها بحركة عملوها الثوار، قطعوا الطريق بجل الديب وهي نازلة من بيتها ببولونيا أو بأنطلياس مثلا، وعملت موقف بيهجموا عليها كلهم، يعني كلهم كما لو أنهم طائفة، صاروا ما يظهروا إلا مع بعض وما يقعدوا إلا مع بعض وما يفكروا إلا مثل مع بعض وما يحشدوا إلا لبعض ويدافعوا عن أخطاء بعض. بس مش هيدا المطلوب ليعملوا تكتل اليوم واحد يقدر يغير أو يدفع باتجاه أي تغيير؟ كان المطلوب أن يكونوا شمسية كبيرة تغطي كل اللبنانيين، صاروا كمشي مرأة وقلم وسجل عدلي. أنت مع السلطة، انت فاسد، انت منيح، انت ادم، طب شو هو المعيار؟ اطلاق اتهامات. شو هو المعيار؟ اذا المعيار النيابي ما كان معكم الناس نواب، اذا معيار المصارف ما كان معكم اصحاب مصارف، اذا المعيار رؤوس الاموال كان معكم، اذا المعيار متعهدين كان معكم متعهدين، اذا المعيار صحفيين وابواق انتم في ضمنكم صحفيين وابواق بدرسوا كيف الواحد بيكون بوق. للاسف ارتكبت هذه الثوره سريعا جمله من الاخطاء، وحده اساسيه منها انها تسرعت في أن تمذهبت كما لو أنها مذهب جديد. لأنه سرقت بهذا المعنى؟ لا، هي من الأساس كانت مخطوفة. لأنه قال أنه أول فترة أو أول أيام قليلة رحنا إلى هذه الانتفاضة العابرة لكل أنواع الطوائف. الانفعال الذي حصل عشية $6 للواتساب هذا انفعال صادق. تظاهرة بعد 24 ساعة بتبطل تظاهرة عفوية، تجي ناس بتركب عليها أجندات سواء من هالفريق او من هذاك الفريق، تركب اجندات طبعا، وبلش الاعلام يكذب. يعني مثلا يكون متظاهر 100
الالاف يتظاهرون يا اخي، ما بس تكذب انت، ما بتكون عم بتفيدهم اللي هو المية، ما لانه ببطل في مية غيرهم بدهم ينزلوا. لا، في جمله اخطاء مش يمكن هلا وقت نقيمها ونجدولها. صح، هذه الثوره، هذه الانتفاضه اللي بدك اياها عملت مناخ جديد، لكن للاسف اللي عم يحصل اليوم في هذه الحكومه يعني لم تحجز لها مكانا ان تكون شريك اليوم باي حكومه. واحد من مضار الذي حصل انه قتل التفكير حتى في ثوره جديده، قتلت التفكير على الرغم من بعض الاجواء اللي كانت عم بتقول انه قد نكون امام ثوره جديده. هلا في ناس قاعدين عم بيقولوا اف ورجعنا على سعد الحريري المنقذ، ورجعنا على الحكومه حزب الله وحركه امل وطشنا والمحاصصه اللي بنعرفها ومحاصصه ومدري شو، بعد شوي بنفوت بالحصص وما في حدا على الطريق يعترض. وضع اقتصادي طاروا مصريات الناس بالمصارف، زباله عامه بالطريق وما في حدا معترض. اذا ما كانت المساله ثوره، كانت المساله سياسي، والدليل كان سوء اجنده. كنا بلحظه التفاوض غير المباشر مع اسرائيل، وكانه رماد اشتد به الريح في يوم عاصف. هدأت الامور. كانه رماد اشتد به الريح في يوم عاصف. هذه ايه قرانيه كريمه. نفس الشيء صار ابدا، اختفوا الناس. انا مكتبي منه سر بالعزريه. طيب انا بهالسنه يمكن مش نازل 20 نهار على مكتبي، هلا بنزل ما بلاقي حدا، لك خيم فكوهم وفلوهم. طيب هلا لازم تنزلوا تتظاهروا. اذا كانت قوه الدفع لتلك التظاهرات سياسيه بامتياز. طيب دوري لي على المحطات التلفزيونات وين بعد عم بجيب سيرته وين لا. اذا كانت لحظه سياسيه بامتياز. وهلا عم بقول لك على الهواء، اذا حصل اشتباك ايراني امريكاني جديد، قد نكون اذا تعثرت التفاوض في الناقوره، سوف نذهب الى مشهد ثوري جديد يمتطي مطالب الناس. انا ما عم بقول الناس ما عندهم مطالب، وانا ما تغزيني بالكلمه، ولكن هناك من يستغل هذه المطالب. انا من 5 سنين فتحت الملفات ورحت على القضاء، انا من 8 شهور مع حضرتك مذكره فتحنا الدواء ورحنا على القضاء، ما حدا في زايد علي. وكل هالماده اللي هن عم بيحكوا فيها، يعني قروض السكن، يعني المتعهدين، يعني محسوبك هو اللي قدم هذه الماده وخليها تصير ملك الناس وملك القضاء، ما حدا في زايد علينا بهالقد. لكن للاسف ارتمت بعض منتحلي صفة الثورة في حضن السلطة الجديدة اللي هي سلطة المسمات NGOs أو المجتمع المدني. هذا المجتمع المدني يلي دق بيوت الناس ونحن منه 50 مرة يعمل إحصاءات بالمرفأ وما شفنا منه شيء بعد لهلا، ولا شيء راح يعمل الإحصاء مدري لمين، يعمل الإحصاء ليخبط مدري شو. وبالتالي لا، تجربة السلطة تجربة سيئة، لكن تجربة المعارضة كانت تجربة أسوأ، وهذا اللي اعطاها قوه الدفع اليوم لهذه السلطه هي يفوت الى طريق الحكومه. هل كانت تتخيل بيوم من الايام سوسن صفا المواطنه مش الاعلاميه ان ترى في سعد الحريري منقذا؟ صرنا عم نشوف على شوي منقذ من وراء هالسنه اللي مرقنا فيها. وروح ارجع عيد لما بينت التجربه اخر شيء، انه اذا اليوم الرئيس سعد الحريري لا يترأس حكومه، ما في امكانيه الى ان تسلك الحكومه اذا بدك مسار طبيعي. ارجع عيد للمره العاشره، عشية 17 تشرين، كيف كنا عايشين واليوم كيف كنا عايشين؟ بوقت تظاهرت الناس ومع حق، ليش اليوم الناس مش عم تتظاهر؟ لأن قوة الدفع الأساسية هي قوة دفع سياسية، ولأنه الإعلام كان شريك. وأنا بعترف كإعلامي بكل جرأة أن الإعلام كان شريك في إشعال الثورة وفي إخماد الثورة. لنفوت على الحكومة، قديش سلكة هذه الطريق اليوم، خصوصا مع تصريح رئيس بير اللي وعد أنه خلال 4 أو 5 أيام قد نكون أمام ولاية الحكومة إلا إذا ترى هيدي الإذا بضل، يعني شو بتخلينا نقول، أنه تفاؤل حذر على قاعدة ما تقول فول ليصير بالمكيول، أم أنه أبعد؟ قبل تصريح دولة الرئيس بير اليوم بدك تقري تصريح الرئيس بير للشرق الأوسط بعتقد من يومين، اللي قال فيه ما في داعي لربط تشكيل الحكومة بالانتخابات الأمريكية، لأنه أي شخص رح يجي بأمريكا سواء ترامب أو بايدن رح يكون ذات الشيء وضع لبنان فيه، بالعكس يمكن يكون وضعنا أسوأ. وبالتالي أنا تقديري إخراج الرئيس بري هذا الموقف لصحيفة الشرق الأوسط كان عن عمد، وكان رسالة على الهواء وبالهواء الطلق لكي يقول لمن يعنيهم الأمر لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية في التشكيل. لهيك رجعنا نروح نقول أنه خلينا نعمل حكومة قبل. وراح ارجع اذكرك باللي بلشنا فيه، واحدة من افكار الرئيس الحريري كانت انه بنتزع التكليف بحطه بجيبته وبنطر الانتخابات الامريكيه. لا، في مسعى جدي، واليوم اللي فهمته انا الرئيس الحريري قدم بعد الظهر مسوده اولى لتشكيل الحكومه فيها التوزيع الطائفي والمذهبي والوزارات. وبس نقول التوزيع المذهبي، يعني عم نقول التوزيع الحزبي، يعني انا بس اقول
الشيعة عندهم المالية وكذا وكذا وكذا، يعني عم بقول هو الوزراء حركة أمل وحزب الله، لكن في هيك جملة أمور بحاجة لتفكيك لم تنتهي بعد في عقد. إيه؟ أول عقدة هي العقدة الدرزية. الرئيس الحريري، وشوف الصدف، من 4 سنين مذكرة. إيه عم تضحكي؟ عرفت ليش عم تضحكي؟ من 4 سنين كنا عم نحكي عن تشكيل حكومة رئيس سعد الحريري، وكانت العقدة طلال أرسلان آنذاك، وكانت إنه بنوسع الحكومة ولا بنضغرها. الرئيس الحريري عم بيقول بدي حكومة 18 رشيئة، لكن الحقيقة إنه هو بده إياه رشيئة، هو بده إياه 18 ليكون درزي واحد، لأنه بحكومة 18 يعني 9 مسلمين، 4 سنة، 4 شيعة، 1 درزي، 1 درزي حكما للنائب وليد جملاط اللي حسم بكير وقال يا التربية يا الصحة. صحيح. وسمى الأستاذ وليد عمار والأستاذ عباس الحلبي، وخينا بلال عبد الله أنا برأيي سماه هيك، بس بنحكي بعدين ليه. طيب سؤال، ما عليه هيك على الهواء مباشر، إذا المطلوب حكومة رشيئة ليش ما بنعملها 16؟ إذا عملناها 16 بصيروا 8، 3 سنة 3 شيعة و2 دروز. إذا مش مطلوب حكومة رشيئة، بس نصح هو بحكومة من 20 وزير، كان 20 يعني 2 دروز، يعني 2 دروز يعني حلت هذه يعني العقدة. هو ما بده، هو أنا تقديري الشخصي بده الرئيس الحريري 18، بيعمل أمرين. الأمر الأول بيستبعد طلال أرسلان وبيرد له عدم حضوره الاستشارات النيابية، والأمر الثاني إذا نحن وسعناها من 18 ل 20، يعني أضفنا كوتيلي ودرزي. الكوتيلي لمين بده يكون؟ لرئيس الجمهورية. طبعا. والدرزي لمين بده يكون؟ لطلال أرسلان. يعني فعليا 2 رح يكونوا مش لرئيس الحكومة، يعني بعدنا فايتين بنفس العقليه اللي كانت اذا بدك هي بتتحكم بكل المشهد في الحكومات السابقه، ما تغير شيء. مش سر انا كنت، لانه عم نحكي عن ايجابيه وعن اندفاع، وكانه نحن امام يعني اليوم رئيس سعد الحريري جديد. انا كنت بعيد عن الجو، كنت مسافر شي 8 ايام، وقت اللي رجعت وعم بحضر للحلقه والحوار نفسهم هن ذاته من 4 سنين، يعني شعرت انه الزمن ما تغير فيه، نفس العقد نفس التفاصيل، بس مع فارق انه الحكومه الجديده بروفيلها هي حكومه حسان الدياب، يعني فصل النيابي عن الوزاره. أوكي. واحد يعني شو تكنو سياسي؟ لا ما هلا مفوت فيها اكثر. الامر الثاني ولا وزير اكس سابق راح يكون موجود بالحكومة الجديده. والامر الثالث انه الاحزاب بسموا ناس اختصاصيين، بس بالاخر ما بعرف شو بتسميها تكنو سياسي. ما نحن دائما حكومات اختصاصيه مثل ما بده يعرف سعد الحريري. نحن دائما بلبنان عندنا خيارين، او منجيب السياسي وزير وبحط مستشار بدير الوزارة، أو منجيب مستشار وزير وبنحط سياسي يدير المستشار والوزارة. نحن رح نعين مجموعة من المستشارين بحكومة بتشبه حكومة حسان الدياب نسخة طبق الأصل، كل حزب ما ياخد حصته. وفي بلش خبرك عن المسودة الأولى. يلا تفضل. المسودة الأولى وهلأ هون بدي أتمنى على الناس، هذه المسودة قابلة للتغيير، أنه هي مثل الشطرنج، يعني بكفي تغيري وزارة واحدة تتغير مع 4 5، فما حدا يلقط ورقة أو قلم بكرة يقول هيك قلت وهيك صار، لأنه بيكفي وحدة تتغير ليتغيروا الكل. المعطيات حتى الساعة، المعطيات اليوم بعد الظهر أنه المداورة بالحقائب الأساسية باستثناء المالية انتهينا. مشينا بالمداورة. الرئيس بري لم يسمي حتى هذه اللحظة ولم يلتقي بالرئيس الحريري حول هذا الملف ليختار شيعيا، لكن النية يعطيه 3 أسماء شيعية نقي واحد من ضمنهم. الداخلية بدها تروح للروم الأرثوذكس لرئيس الجمهورية والتيار. الخارجية بدها تروح لسني ورغبان الرئيس الحريري بمصطفى أديب وزير للخارجية. هو مش رغبان بس فهمت راح يصر عليه. حيصر عليه لأنه كان في أكثر من، أنا هيك فهمت. وبيبقى الدفاع بده يكون مروني وقريب من رئيس الجمهورية. نحكى عن السفيرة أمل مدللي ونحكى عن السفيرة مصطفى أديب. أمل مدللي ما فيها تكون مبارح ضد المقاومة بمنبر الأمم المتحدة وتكون عم تتعاطى بسلبية بملف التمديد لليونيفيل، واليوم تنطرح وزير خارجية. طلعت وضحت بهيدا الإطار حتى يعني. لا توضيحها شو قالت؟ قالت أنا بموضوع اليونيفيل ما قلت. طلعت عبر 90 دقيقة ووضحت باتجاه واضح. لكن لم أنا سمعت ردة، سمعته بتأني، وأنا ما عندي شيء شخصي، بالعكس في عنا أصدقاء مشتركين كتار. لكن ما ردت على موضوع المقاومة وحزب الله، لحد اللحظة لم يصدر عنها كلمة واحدة تقول أن هذه المقاومة هي مقاومة شرعية. وأنا هلا عم بقول إذا عم تحلم تعمل وزيرة خارجية بدها تنتبه، في مكون أساسي هي معديته. يمكن تعمل وزيرة ما بعرف، بدها بلد كل شيء بيصير، بس في عليها علامات. يعني اليوم كانك عم تقول إنه شرط أي توزير لأي شخص إنه لا، تخيل بكرة تعمل وزير خارجية، لا وزير خارجية مش عم نحكي وزير زراعة أو عمل، وتطلع تصفق لشي تصريح بشي دولة. لا، في علامات استفهام عليها، هي معنية تذللها. لكن أنا تقديري مصطفى أديب متقدم، أو السفير هانش ميطلي، أو حدا بهالكاليبر بهالمميزات بيكونوا خلصوا الحقائب السيادية. بتروحي على الحقائب الدسمة، بس هون الأساس أنه الداخلية راحت للتيار والخارجية راحت للمستقبل. صح. أوكي.
بتروحي على الحقائب الدسمة. الحقائب الدسمة يعني أنت عم تحكي التربية والصحة والأشغال والاتصالات والطاقة. طاقة للأرمل؟ الأشغال لا أنا بنحكي عنها لوحدها. الأشغال الرئيس سعد الحريري فهمت أنه مصر عليها وبده إياها لسني أو حتى لمسيحي بس يكون محسوب عليه. شان مسيحي محسوب عليه؟ يعني بده إياها للأشغال من الآخر. بده إياها للأشغال لأنه في المرفأ وإعادة الأعمار وفي المطار وفي تحديدا المرفأ. واليوم مستر الفرنساوي وقت اللي شرف مستر ماكرو كان جايب معه بالوفد حدا من المعنيين بالمرفأ واللي بعتقد الفرنساوي عبالهم يلتزموش 20 سنة لقدام. وزارة الصحة بعتقد راح تروح للنايب وليد جنبلاط وسمع لها الأستاذ وليد عمار خلاص حسمت لأنه قال إنه كمان حزب الله كان متمسك بالصحة. لا لا أنا فهمت إنه إذا في مداورة حزب الله ما راح يوقف ضده وهذا الشيء يعني شيء هو بياخد طبيعي. تربية والاشتراك بياخد التربية صحة. لأنه بتعرف حزب الله لا في روح على الاتصالات ولا في روح على الأشغال اللي فيها مطار ومرفأ وبالتالي المنطق الطبيعي إنه ياخد التربية بتبقى الاتصالات للأستاذ سليمان فرنجية. أنا فهمت الأستاذ سليمان فرنجية بده الطاقة بس ما بعتقد رئيس الجمهورية بيمضي مرسوم وزارة الطاقة مع المردة. لهيك الطاقة عندها ليه ما بيمضي مرسوم وزارة الطاقة مع المردة؟ في تنافس حاد بيناتهم. بس ما هو قبل بمبدأ المداورة الشاملة وهو اللي كمل ما هو يعني ماشي فيها. إذا بدك تطبق المداورة ما بتطلع للمسيحية الطاقة، بتطلع للسنة أو للشيعة أو الدروز. إذا عندك ثلاث حقائب أو ثلاث احتمالات عفوا للطاقة. احتمال أول تاخذيها للطشناق وهي سبق وكانت بعتقد مع أرطور نظريان. الاحتمال الثاني يفوت احد المصلحين بين الوزير باسيل والرئيس الحريري ويتفقوا على شخصيه. من اي نوعيه مصلحين؟ مصلحين معروف رجل اعمال بالبلد هو معروف عم يشمعوا هو ذاته يعني. هو ذاته ما تغير شيء من اربع سنين يعني بده يكون مصلح وخواجه كمان خواجه بقوه بده يجمعهم يتفقوا على اسم مشترك بيناتهم. والامر الثالث لا ياخذها الرئيس سعد الحريري ويقبل التيار وهيك يمكن التيار يفتح باب يقول انا بدي وزاره الاشغال كتعويض عنا. هذه الخريطة الأولية للمسودة. ومثل العادة للأسف حقائب مثل الزراعة والصناعة وهولي ما حدا بيهتم فيهم. علما أنه كنا كلنا يعني عم نطلق شعارات بأنه رايحين على الاقتصاد المنتج ولازم نروح إلى تعزيز هذه الوزارات. شعر شعر. بعدنا كمان إطار شعر. الحقيقة اللي بيخلي الناس تروح على الحقائب أن ميزانية هذه الوزارات وتعطيها مع المواطنين. واليوم دخل ميزة جديدة اسمها مؤتمر سادر. أنا اشتغلت دوكومنتري وثائقي لقناة الميادين من سنتين عن سادر. فت هيك إذا بدك بكبده بشرايينه. مؤتمر سادر أهم حقيبة فيه هي وزارة الأشغال لأنه مؤتمر سادر مثل ما قال معي بالديكومنتري الوزير جورج أوروم قال هي رقصة المتعهدين. هذه رقصة المتعهدين وبالتالي المتعهدين يعني وزارة الأشغال. تقديري وزارة الأشغال رئيس سعد الحريري رح يخوض معركة جدية عليها ورح تكون هي مقابيل الطاقة يمكن عند التيار الوطني الحر رح يخوضوا معركة جدية على الأشغال. بس خلينا نقول بالتصور الأولي خلص الإيجابية هي حاكم المشهد. بس في واضح إنه شو الحراك محصور بين الرئيسين الحريري وفخامة رئيس ميشيل عون ولا لا اليوم يعني عمليا الكل عم بشارك بتوزيع وتشكيل هذه الحكومة. فتنا بصراحة نحن ما هيك. خليني بدي أطلع بفاصل نرجع نفوت بصراحة أكبر حاضر. بعد هذا الفاصل نتابع 90 دقيقة لهذه الليلة وفي المحور الأول الأستاذ سالم زهران. أستاذ سالم كنت سألتك قديش الحراك محصور بين الرئيسين سعد الحريري وفخامة رئيس الجمهورية عمليا في عملية تشكيل الحكومة. بس بدي أشير إلى أنه رئيس سعد الحريري بمكتبه الإعلامي طلع وقال أنه ما تتناقله وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تسريبات بشأن مسار تشكيل غير دقيق لا يمت للحقيقة بأي صلة لا من قريب ولا من بعيد. موضوع التأليف يتم بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلف وهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل. هما ملتزمان بعدم تسريب أو بث أي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الأمور إلى خواتيمها. والأجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها فخامة رئيس ودولة رئيس هي أجواء التقدم بعملية تشكيل الحكومة في ظل مناخات من التفاهم. أدق لك أستاذي بالمهنة. ما بعرف إذا صرت أستاذي صار لي 17 سنة. 17 سنة كل ما يطلع هيك بيان معناتها اللي عم يتسرب مزبوط. بالتجربة يعني لا بعتقد معناتها مزبوط ما في شيء بيطلع من فراغ ما تصدق. هلا طبعا في بعض الناس
بنطلق من فراغ، بس ما هو اللي بيبين مع الوقت يعني اللي بيقول للناس رح يصير هيك وما بيصير اول مره وثاني مره. بس خلينا نقول ان انت وفق مصادرك، مصادرك عاده موثوقه ومطلعه، ما بعتقد انا المقصود، مقصود شيء ثاني. طيب فيما يتعلق ب بدنا نسال انه ما حت ما حيصير في ما حيتمثلوا اللقاء التشاوري بهذه لا الحكومة. ما هي واحده من 18 صيغه ال 18 انك تلغي اللقاء التشاوري، واللقاء التشاوري هو غلط كمان بقى يعني معنى فات انه فات مشقف يعني. طيب. اليوم لقاء تشاوري خينا ابو ربيع جهاد الصمد سمى الحريري عكس اللقاء، بس ما هو خرج من اللقاء التشاوري بطل معه. طيب عدنان طرابلسي سمى الحريري، قاسم هاشم سمى الحريري، اذا مين بقي باللقاء؟ بقي خينا ابو حسين وخينا فيصل والدكتور وليد سكري. اوكي يعني في سببين، السبب الاول انه ب 18 بس الزغريه ما لهم محل، والسبب الثاني كمان مشاكلهم الداخليه مع بعضهم. يعني برايك هذه الشرذمه لن تؤدي الى هذا؟ منه لحد حتى لو كانوا موحدين كان رح يقولوا اخر شيء هن اجوا بالانتخابات النيابيه وفق هذه النتيجه. بس بحكومه 18 بطل لهم محل، ليش؟ ما هي حكومه 18 عم تحكي عن أربعة، عن فعليا ثلاثة سنة والرئيس الحريري الرابع. بعدين الاعتراف صار يعني وفد تيار المستقبل راح والتقى فيهم. بدك برر لك ولا خبرك شو بده يصير؟ لا بدي بده يصير ما راح يتوزروا من الآخر يعني ما راح يتوزروا. طيب ماذا عن الحزب السوري القومي الاجتماعي؟ قال انه كمان صار في وعد عند الاتصال اللي صار مع النائب أسعد حردين انه بيصير في توزير لشخصية غير حزبية ولكن من الحزب السوري للحزب السوري. كنت حضرتك سألتيني انه اذا حكي مع بقية الاطراف الرئيس الحريري، هلا بجاوبك لانه من هيدي بقلبه. الرئيس الحريري شو عم بيقول؟ عم بيقول اذا انا اول شيء اتفقت مع الشيعة وقت حكومة مصطفى قديم، هن بده يسموا وزراء وبدهم المالية، اذا انتهى الموضوع. ولي جملات طلع بالصوت والصورة قال يا الصحة يا التربية، إذا انتهى الموضوع. طشناك اجتمعوا هني وياه وبعتقد اتفقوا على حقيبة مثل الصناعة أو الزراعة، انتهى الموضوع. المرضى المرضى هون بلش حديث مع الرئيس عون لحتى يحسم الحصة المسيحية. يعني إذا حكومة 18 عم تحكي عن 9 مسيحيين، إذا قال الرئيس عون بدي 6 بقي 3، ساعتها إذا قالت 3 من عدد طشناك، ساعتها بيكون 1 طشناك واحد مردة والثاني قومي مردة، يعني ابن الكورة رضين عنه المردة وبيرضى عنه الحزب القومي، وهيك بيكون أعطاه لسليمان فرنجية كمان باس. هيدي من الأفكار المطروحة. أما إذا الرئيس عون قال لا بدنا نحن والتيار سبعة ببطل في مطرح. لا بس هلا شو المعيار اللي بيستند عليه؟ يعني فخامة رئيس عنده حصة الرئيس وهو اليوم حيطالب بحصة تيار الوطني الحر على اعتبار بانه التيار لن يشارك في الحكومة او كيف؟ هلا انت بتصدقي انه في فرق بين الرئيس بري وحركة امل؟ رئيس بري رئيس حركة امل، ولكن اخر شيء رئيس مجلس النواب هو رئيس تيار الوطني الحر، وعمل رئيس جمهورية كرئيس التيار الوطني. ايه بس هلا صار رئيس كله بناء. هذا هلا بنكون عم نحكي شعر. ما هو هن بيقولوا لنا انه يجب الفصل دائما بين التيار الوطني الحر وبين موقع فخامة رئيس الجمهورية. ما بقى عندي لا القدرة ولا الطاقة اني جادل بهول الافكار، لانه بعتقد وصلوا الناس لدرجة من الوعي بالذات بعد سنة من ثورة عظيمة انه فيك تحكيهم القصص مثل ما هي. اثنين بواحد مثل النسكافيه، تيار وفخامة الرئيس اثنين بواحد، البيع والغير هيك بيكون عم يضحك على حاله. طب ليش لك انا طلع اول شيء وقال ما بدهم يسموه؟ لا هي انعمل فكره. وليه رجع قال ما بده يشارك بالحكومه؟ عم نحكي عن تيار الوطن الحر. وليه انه طالما انه اثنين بواحد؟ لا دائما كان الوزير بسيل شو بيقول؟ كان دائما الوزير بسيل بيقول وجود فخامة الرئيس وتوقيعه يشكل ضماني لنا. شو يعني يشكل ضماني لنا؟ يعني بأملنا اذا بدك وجودنا وحضورنا. وجودنا وحضورنا هلا اوكي هيني القصه. لكن ليش صارت العصلجه وتم تاجيل الاستشارات من اول خميس لتاني خميس افساحا في المجال؟ بلكي بيصير في تواصل بين رئيس سعد الحريري وبين كان رئيس تيار كان ابعد من هيك. كان الوزير جبران باسيل بده الاستاذ الكبه او جواد عدرا او حدا من هالكاليبر يكون رئيس حكومي. لا الوزير جبران باسيل كان رايح ابعد، بس كان كأنه عم بغرد خارج السرب، لأنه الكل كان ماشي برئيس سعد الحريري. السياسي حقه كل واحد يفكر ويجرب، وفيها تزبط معه وفيها ما تزبط معه. هو جرب وراح عند الثنائي وجرب برا وجرب جوا ما زبطت معه. وقت اللي رحنا على الرئيس سعد الحريري قال هو أنا رئيس الجمهورية بيضمن لي حصتي. طيب ونزل على الاستشارات النيابية غير الملزمة وشفنا كان إذا بدك البعض بنى على تفاؤل وجو إيجابي. لأنه حصل أولا اتصال فرنسي بالطرفين برد الجو، ولأنه في كمان صديق خواجة بيناتهم كمان برد الجو، والرفيق هيجو باكرادونيان كمان برد الجو، وكتار فاتوا برد الجو وصار امر واقع. يعني الرئيس الحريري وقت اللي بيتكلف مشكلتك مع جمهور السوشيال ميديا، نحن ما بيسوى ناخذ ايقاعنا على ايقاع مع احترامنا للشبيبه، بس ان ايقاعهم له علاقه بمدى يمكن
معرفتهم، تركيبتهم بدك اياه، حريتهم، لكن الواقع غير هيك، انت بتعلي السقف لتروحي على التفاوض. اوكي، صار اللقاء مع الوزير جبران باسيل الاحد الماضي بقصر بعبده مثل ما قال؟ ما عندي علم وما بعتقد لا. لأنه بعض المعلومات قالت انه كان متواجد باللقاء اللي صار مع فخامه الرئيس. انا اللي فهمته انه الرئيس بري نصح الرئيس الحريري انه خلي التواصل مع الرئيس ميشيل عون، وهو مثل ما قال وزير جبران باسيل بيضمن لهم حصتهم، وبعتقد هيك صار. عندي لو عندي غير معلومه بخبرك. طيب بس عم نحكي عن ولا في تأكد بين الستة والسبعة، يعني احنا رجعنا نحكي عن ثلث معطل بده اياه فخامه رئيس الجمهوريه. لا، ما هو الثلث معطل موجود اوريدي موجود، لانه التيار يعني الثنائي اذا بدك مع التيار كيف ابرمطيها عندهم الثلث، كيف ابرمطيها يعني ما بس شفنا انه صاروا عم يتبينوا كثير مؤخرا ما هو التحالفات ما لا, لا انا برايي الثلث ما عادش له قيمه، ما له قيمه لشو الثلث؟ ما عن جد ما له قيمه. تعيينات ما راح تصير بهي الحكومه الا التعيينات الاضطراريه، واذا صار في تعيينات بدها تكون ضمن سله كبيره. يعني بالمحصل يمكن القول انه العقد اللي بعدها تحول هي فيما يتعلق بموضوع الاشغال، الطاقه حتى الساعه وعقده الوزير طلال ارسلان. لا شو؟ عقده الدرزيه. أوكي. صح 18 او 20. انا قناعتي معلوماتي انه راح ينحكم حكومه 18 لكن المنطق بيقول لازم تكون حكومه 20، لانه تجربه كل وزير يحمل حائبتين ما زبطت، شو بيصير ما بعرف. لا هذا في فرق بين التوصيف وبين الأمنيات. بس الآن بعد الأجواء بعد الظهر قالت إنه اقتنع بحكومة عشرينية آخر شيء رئيس سعد الحريري، يعني بيطلع على لحد اليوم بعد الظهر ما كان مقتنع، اقتنع بالليل ما بعرف، بيقتنع بعدين، هلا عم بيعلي سقف التفاوض ليرجع يوطيه. أنا اللي بعرفه إنه هو بده 18 حكيت له. الأمر الثاني هي مثل ما قلنا مثل رقعة الشطرنج، بتغيري حجر بتضرب الأحجار كلها. اليوم اذا تغيرت وزاره الطاقه مع الاشغال بتبرم لبرمه، لكن الخطوط العريضه للحقائب الاساسيه تم الاتفاق عليها، ان احنا عم نحكي الماليه الداخليه الدفاع والخارجيه مبدئيا تمت التوزيعها. اذا التيار بده يسرع الطاقه وياخذها يمكن بلش الرئيس الحريري يقول لا برجع على الداخليه، يعني بنرجع ساعتها الى المربع الاول بطبع بالتصلب بالمواقف. تغيير كل وزارة أساسية سيؤدي إلى تعطيل على ناحية جملة وزارات. أوكي. تمثيل حزب الثورة القومي الاجتماعي سواء مباشر أو مواربة عبر المردة مرتبط بحصة رئيس الجمهورية. إذا رئيس الجمهورية بيقول بدي خمسة بيفتح لهم باب، ستة بيفتح لهم باب، أما إذا بيقول سبعة لا بيكون سكر. بس عندهم طرف الوقت الشباب، يعني كل واحد يتمسك بموقف ويروح على هذا معهم يعني الأسبوع. شو قبل الثلاثة ولا بعد الثلاثة برأيك؟ جديا في حديث يعني الحكومة بين الثنين والأربعة طريقة اللوتو، يعني ثلاثة وخميس تعوضنا ثلاثة وخميس بين الثنين وبين الأربعة، هيك الحديث عن الحكومة. إلا إذا دايما في إلا إذا هيدي الإذا بدنا نحط تحتها شحطتين. أيمتى موعد اللقاء مع الخليلين؟ دائما في تواصل وفي حديث جدي انه بس يخلص الموضوع المسيحي بيفتح الحديث مع الشيعة، وهو هين وسهل راح يكون لانه متفقين على الخطوط العريضه وبصيروا بدهم يسلموا الاسماء. ما ليش تركهم للاخر؟ ليش شوف طب حزب الله اذا بده الصحه شيء واذا بيطلع له التربيه شيء شي واذا حسب اي حقيقه التربيه شيء والصحه شيء، وبتعرف الحزب والحركه كمان بوزعوا بقاع وجنوب وبيروت كمان على حساباتها. بعتقد راح يبلش بس تسمعي بلش التفاوض مع الشيعة والدروز لأنه السنة مخلصون بيكون خلص مع المسيحي. أوكي. بس يخلص مع المسيحي يعني العقدة الأساسية مسيحية درزية فقط. صح ومنرجع ما في عقدة محلول أمر شيعية، لكن خلينا نقول طريق سالكة حتى الساعة ومنطقيا إذا حزب الله وحركة الأمل أخذوا المالية وحجبوها عن المداورة إذا أجى الرئيس حريري قال لهم في مداورة كاملة وبليز اطلعوا من الصحة ما رح يقولوا لا يعني. وشو الخيارات؟ أشغال وعدل واتصالات ما في لأسباب بتعرفيها طبعا، بضل التربية يعني بالعقل هذا المنطق هيك بيقول يقودنا إلى هذه النتيجة. لكن حكومة شو بنسميها؟ حكومات اختصاصيين، حكومة حسان دياب برئاسة الرئيس سعد الحريري، حكومة حسان مثل بعد دكتور جعجع آخر شيء قال إنه هيدا الحكومة مثل حكومة الرئيس حسان. أنا أول واحد قلتها من أول نهار وبعدني مصر عليها، ومعه حق الدكتور جعجع ومش معه حق بتسميتها ولا بالبقاء خارج الحكومه؟ معه حق بتسميتها، اما البقاء خارج الحكومه بعتقد هو مرسم على الانتخابات المقبله ومعتبر الوجوب بالحكومه بخسر ما بيربح. بلش معركه رئاسيه مبكر لا يعني. النيابيه نيابيه اللي بتوصل للرئاسه. اذا هالحكومه نجحت بكون حساباته غلط، اذا هالحكومه ما نجحت وتفركشت وصاروا يتناقروا مع بعضهم وما نتجوا رجعنا الى نفس التجربة وما قدروا جابوا يعني مصاري، بيكون ربح انه بقي برات الحكومه.
اما اذا الحكومه قدرت تعمل مؤتمر ساد وقدرت تجيب مصاري من الصندوق وإصلاحات. وقدرت تعمل اصلاحات وقدرت تعمل تعيينات وتشكيلات قضائيه جديه وحقيقيه ودسمه وقدرت تنزل الميزانيه عن جد لصفر عجز بالموازنه، ايه لا ساعتها بده يندم، رهن بنجاح او فشل الحكومة. بس تعودنا انه الاراده الداخليه ما بتصير اذا بدك ما بتتبلور اذا ما في دفع خارجي. صح. للاسف هذا هو الواقع في لبنان. خلينا نحكي شوي بالمعطى الاقليمي والدولي، يعني اليوم الدفع مثل ما بلشت حضرتك وقلت في لحظه تقاطع، الامريكي ملتابع انتخاباته، موضوع الترسيم ادى الى هذا التسهيل، ما حكينا عن ضوء اخضر بالكامل، ضوء برتقالي مثل ما حضرتك وصفته، الايراني ماشي بهذا الموضوع، الفرنسي من الاساس هو بده ويريد وله مصلحه في هذا الموضوع، ماذا عن الروسي لان كمان في وفد روسي والبعض ربط انه في دفع للمبادره الفرنسيه، ايراني وروسي تبدى كمان في هذا التوقيت. خلينا ناخذهم وحده وحده. أوكي. اول شيء الموفد الروسي الموجود ببيروت لا موجود من اجل ملف واحد هو عوده النازحين، لانه عم تحضر روسيا لمؤتمر كبير لعوده النازحين الى سوريا. في تفاوض جدي بين الروس والامريكان والامم المتحده انه المصاري اللي عم تدفعوهم للنازحين السوريين برات البلد بتدفعوهم جوات البلد، يعني اذا عم تعطيه 100 دولار بلبنان او بالاردن او بتركيا واعطيته اياها بسوريا فيها تامن له يمكن العيشه او الاقامه حد الأدنى. المقبوله. وعليه لا الوفد الروسي موجود فقط من اجل المساله، لانه البعض ربطه شوي كمان بتوقيت ترسيم الحدود استاذ سالم. الجزء الثاني له علاقه بالحكومه قبل ترسيم الحدود، في موقف استراتيجي كبير عند روسيا عدم التدخل في التفاصيل اللبنانيه، وهذا ما رده لامرين. الامر الاول ان روسيا ليست متخندقه 8 و14 مثل ما البعض بيفكروا، ولو كانت هي باستراتيجيه الكبيره اقرب ل 8. الامر الثاني مراعاه للحليف الايراني، وعندي كل الجراه احكيها مثل ما هي وهي اليوم في مراعاه للدور الايراني داخل لبنان من قبل روسيا، ولهيك بتلاقي الروس حذرين في مقاربه الملف. بس على اعتبار ماذا؟ على اعتبار انه لالهم سوريا وللايراني، على اعتبار انه اذا بدك الثقل الاساسي الروسي اليوم بسوريا بهالمعنى، وبالتالي ما في يعني ما في داعي لوجودهم بلبنان اساسا. اما موضوع ترسيم الحدود لا، ترسيم الحدود معنيين في الشركات الروسيه اللي العلاقه بالنفط، ومش سر انه ثلاث شركات النفط الاساسيه اليوم الفرنسويه والطليان والروس اللي اخذوا منقصات الغاز في المياه اللبنانيه معنيين بترسيم الحدود. صح هذا الحكي، وانا بذكر بمؤتمر سان بطرسبورغ من 4-5 سنين وكان وزير الماليه السابق الحاج علي خليل، حصل اجتماع مع وزير الطاقه وكتبت عنه مقال في صحيفه الجمهوريه، وقال له نحن مستعدين نذلل العقبات مع اسرائيل في مساله تنقيب عن النفط والغاز. صحيح، لانه من هون عم ينطلق يعني كمان الوجود الروسي اليوم على الشواطئ السوريه حيكون لروسيا دور اساسي في ترسيم الحدود. لا بدك تشوفي شيء ثاني من ناحيه التفاوض كمان مع قبرص واليونان، بدك تشوفي شيء ثاني اهم. ايه؟ بدك تشوفي عقد بروم للغاز في فلسطين المحتله بين هلالين اسرائيل. شركه بروم هي من الشركات الكبيره اللي عم تنقب عن الغاز بين هلالين بدوله الكيان الغاصب اسرائيل، وهي ايضا عنده عقد بلبنان، وبالتالي هن عم يفوتوا من هذا المدخل. لكن هذا المدخل انا رايي طويل، يعني هذا مساره طويل، مسار طويل، ومش هلا بهذه الزياره فيهم يبتوا فيه، فيهم يفتحوا فيه نوافذ. اذا مثل ما حضرتك عم تقول الوفد الروسي بهدف اليوم يعني ملف النازحين السوريين، النازحين ايه؟ الملف الثاني فتح نوافذ من اجل التنقيب عن النفط والغاز، لانه هن معنيين سواء داخل اسرائيل او داخل لبنان باتفاقيات مع كلا الدولتين في المساله. اما مساله التفاصيل اللبنانيه انا اللي بعرفه الروس عاملين استراتيجيه انه ما بيتدخلوا بالتفاصيل اللبنانيه. ما هي مهمه هذه الحكومه بشكل اساسي؟ لان بنعرف ان هي حكومه مهمه مثل ما قال الرئيس سعد الحريري وانطلق من المبادره الفرنسيه، بالوقت اللي حضرتك عم تحكي كمان عن تحضير لمؤتمر هذه الحكومه سيكون لعندها اذا بدك بالملفات السياسيه عنوان اساسي فيما يتعلق بالتنسيق مع سوريا في المرحله المقبله من اجل عوده النازحين. ما عم شوف جديه بالتنسيق مع سوريا سواء من حلفاء سوريا او من خصوم سوريا. ليه؟ واسمحي لي هيك بكل جراه وهون على الام بي ان، كل اصدقاء سوريا اللي دائما بيحكوا عن اهميه التنسيق مع سوريا ومصلحه لبنان بالتنسيق مع سوريا ما عملوا خطوه جديه في هذا التنسيق. الامر الوحيد الجدي اللي انعمل هي الورقه اللي عملها الاستاذ صالح الغريب وقت كان وزير نازحين، ورجع نقلها الوزير رمزي مشرفي على الحكومة وتم إقرارها في حكومة حسان الدياب. باستثناء هذه الورقة وباستثناء الحركة المكوكية للواء عباس إبراهيم لا يوجد تنسيق جدي بين لبنان وسوريا. وأنا وقت اللي بدافع عن هذا التنسيق ما بدافع عنه بخلفية سياسية، وإنما بدافع عنه بخلفية الطبيعة والمصلحة اللبنانية، يعني وطني. عندك البحر وعندك إسرائيل وعندك سوريا، بضاعتنا كيف بتروح
ما عندك خيار الا سوريا. وتكلفه البحر شفناها ضرب 10 عن تكلفه البر. لكن للاسف كل حكومات المرائد بما فيهم حكومه حسان دياب لم تكن جديه في التعاطي مع الدوله السوريه، وتقدير الحكومه المقبله لن تكون جديه في التعاطي مع الدوله السوريه. بس هو دائما خاضع للقرار السياسي اخر شيء هذا الامر استاذ. اذا ما شفتي محمد سالم. بن سلمان ومحمد بن زايد مع الجانب السوري قاعدين على نفس الطاوله لن يجرؤ بعض او كثر من اللبنانيين في الجلوس مع سوريا على مع نفس الطاوله حتى لو كانت مصلحه لبنان. طيب كيف بدك تنسق اخر شيء بعوده النازحين اذا اليوم عندك مطلب اساسي بهذه العوده انطلاقا من واقعك الاقتصادي المتردي واللي بنعرف اخر شيء انه كمان هم يشكلون شان ما بين عبء على هذا الواقع. انت مصدقه اخت سوسن انه كل اللبنانيين بدهم السوريين يرجعوا؟ لا، في كتار بدهم اياهم يبقوا. مين اللي بده اياهم يبقوا؟ شوف النتيجه. طيب النتيجه هيك صار. العلاقة مع سوريا بتحمل تبعات 2/14 و8 اذار. 8 اذار لانه خطابات كثير عن استراتيجية العلاقة، لكن على الارض ما في اي ترجمة، ما في اي ترجمة حقيقية جدية حتى في الوزارات اللي هي تحت سيطرة 8 اذار. و14 اذار لاسباب لها علاقة بالمملكة العربية السعودية وبالعمق الخليج العربي والموقف الامريكي. وهلا تتصلح العلاقة بين امريكا وسوريا او بين الخليج وسوريا راح تشوفي نفس جديد في لبنان. انا عم وصف واقع ارفضه، وهو أن الحكومة المقبلة لن تكون أفضل من الحكومات السابقة في التعاطي مع سوريا. الحكومة المقبلة ورقة عملها بتبلش بتحطي قدامك الورقة اللي قدام الرئيس الحريري وقت الاستقال واتفق عليها مع حزب الله والآخرين، يعني الورقة الإصلاحية. أوكي. بعدين اجت عندك ورقة حكومة حسان دياب. بعدين اجت عندك الورقة الفرنسية. بعدين اجت عندك ورقة المصارف. خطة المصارف بالتعاطي. ما هو كنا قدام أكثر من ورقة وصار في تباينات. هلا يعني إذا بتعملي حلقة وبتجيب هيك مختصين وبتحط الورقة الرابعة الفرنسوية، إذا بتشوف المشتركين بيناتهم بيطلعوا 80% هن مشتركين، لكن بيبقى مسألة أساسية أمام هذه الحكومة كيف بدها تتعاطى مع الصندوق السيادي، كيف بدها تتعاطى مع ودائع الناس وبال إن وبال أوت وأسهم وأسهم وأراضي وكابيتال كنترول وهيركات، تفاصيل تقنيه ما بسمح لنفسي خوض فيها. بس حيرجعوا لهم مصرياتهم للناس اخر شيء؟ انت مصدقه بقى في مصاري؟ لا كيف يعني؟ ما في دولار، ما في نسيه. الناس بدهم ياخذوا مصرياتهم او على اللبناني، صرنا حكينا من اول نهار وراح نرجع نعيدها. كيف يعني شو عم تقول للشعب اللبناني اخر شيء؟ انا مودع مثل هالشعب. إيه انه جنى عمرك خلاص؟ لا او بده ياخذوا على اللبناني او بده ياخذوا بكره قطعه ارض اذا مشي الصندوق السيادي، وكل واحد بيقول لي غير هيك ازاي؟ قطعه ارض؟ بتعرفي حجم الخساره قد ايه؟ 86 مليار دولار. طاروا، مين بده يجيبهم هون؟ وين الاموال اللي هربت؟ ما بدها ترجع؟ هلا الاموال اللي هربت اذا مبلشين عم تقولوا اصلاحات. لا. يعني عم ينقال انه اذا بدك العنوان الاساسي اصلاحات، الاصلاح شوفي الاموال اللي هربت، وانا رحت قدمت اخبار ب 24/12 ليله الميلاد 2009 عن الاموال المحوله، ونحط طبعا بالجرور مثل كل الجوارير. كل شيء حول مصاري لبرا حوله وفق القانون. طيب ما حدا عم بيناقش لانه لحد اللحظه اليوم ما في كابيتال كنترول بيشرع عدم سحب الأموال وتحويل الأموال. أنا قناعتي بس الخلفية الأخلاقية، المبدأ الأخلاقي، ما في ما موجود. لا ما بالأخلاق. شو الأخلاق ببلادنا؟ أخلاق لا يا سوسن. الأخلاق هي فوق بالفردوس الأعلى عند الرب. هون ببلادنا بدك تعملي شغلة واحدة كانوا بلشوا فيها، رفع رأس مال المصارف. بتيجي عند البنك بتقول له يا بتعلي رأس مالك يا أما بدي شلحك الرخصة. هو المصاري اللي حولهم بيرجع بيجيبهم وبيحطهم، بس يعلي راس ماله، بس بدي يعلي راس ماله كاش، مش بعلي راس ماله بيجي لم. بس ما نحن ليل نهار ما بنسمع الا نغمه اصلاحات، محاربه الفساد، وقف الهدر. غنية. من وين بتبلش اذا الفرنساوي عم بيقول لك هيك والمجتمع الدولي عم بيقول لك هيك واخر شيء الكل التزم بالمبادره الفرنسيه؟ بشو التزم؟ بدك الحقيقه ولا الاشلي؟ لا بدي الحقيقه. هذا النظام الطائفي اعجز من ان يقوم باي اصلاحات. نحن رحنا بعهد الرئيس ميشيل سليمان على القضاء بملفات فساد وافتتحنا هذا الباب قبل كل الناس، واكتشفنا ولو متأخرين أن كل ما تقومين به ليس إلا مضيع على الوقت. يعني ما رايحين حتى على إصلاح قضائي هلأ وفق الورقة الفرنسية؟ إن شاء الله. بس بالقضاء. كمان لا بالقضاء كمان في نقاش هلأ بكرة حتى حضري في فريق رح يقول بدنا نغير مجلس القضاء الأعلى ومنجيب مجلس جديد يعمل تشكيلات، وفي فريق تاني رح يقول لا هيدا المجلس خليه هو يعمل تشكيلات ونحن منوقع عليها. كمان هذا تفصيل، يعني الفرنساوي ماكرون واحدة من مشاكله انه ما فهم بالتفاصيل، لهيك تفركش.
هل الفرنسي حاضر يفوت بالتفاصيل؟ انا اللي فهمته لا، لانه تشلفطوا ايديه وقت اللي جرب يفوت بالتفاصيل. يعني كان عم بتقول لك يعني هو طالب كمان، هو عنده اخر شيء مقابل بده اياه، عندما يحصل على هذا المقابل، يعني اذا راح اليوم على لزم المرفأ مثل ما هو بده والمقابل اللي بيسعى له، ننسى كمان لا لا انا شو كمان لكن. لا انا ما بدي لا سخف الموقف الفرنسي لهالدرجه انه بس جاي يلتزم البور، ولا بدي مجد فيه يقول جاي ينقذ لبنان. ما اذا بدهم يلتزموا كلهم بالمبادره، هو خليط من المواجهه مع اردوغان وتركيا بالبحر المتوسط، هو خليط من عمليه الغاز والتنقيب على الغاز ولبنان، هو خليط من المرفأ والبور والتعهدات ومؤتمر ساد، هو خليط من السياسي والاقتصاد والمصالح. لكن انا في يقول ست سوسن على الهواء، بكفي تشوفي الوفد اللي رافق الرئيس ماكرون تاني زياره، بتعرف شو جاي يعمل؟ جايب معه واحد بنكير، جايب واحد معه واحد صحيح خصو بالمرفأ وبالتعهدات والشركه، وهون معلي هلا بعد شوي بدي يبلش يشتغل على هالملف عروة. ونسأل سؤال صغير، ليش لحد اللحظه ما ضربنا ضربه بالمرفأ وما عم نصلح فيه؟ لانه مطلوب نبيعه هو مهرجل ارخص يعني؟ ليش لحد هلا تكنيس مش عم نقبل نكنس؟ طيب سالنا عن المعطيات الاقليميه والدوليه، قديش سيكون هناك دعم خليجي لهذه الحكومه؟ انا اللي فهمته لا، السعوديه دخلوا الامريكان مع السعوديه انه يتركون يعملوا حكومه، لكن هذه الحكومه لن تنال قرشا واحدا من الدول العربيه الا بحاله وحده، اذا دخلوا الامريكان وقالوا لهم ادفعوا لهم، وهذا رهن بالاداره الجديده طبعا والتوجهات النووي الجديده الايراني وين لبنان بالخريطة. لا يوجد لا قبول ولا اعتراض ولا دعم لهذه الحكومة العتيدة خليجي، يعني ما في أي دور خلينا نقول لا بهذا. لا وفي نائب النفس بكل في نائب النفس بشكل فعلي. الأمريكي شو؟ الأمريكي بس قعدنا بالمفاوضات الغير مباشرة قالوا للرئيس الحريري go ahead روح. أوكي بس لما قال له روح قال له حعطيك حافتح على العملة الأجنبية بكرة، قال له روح، لأنه كان في حصار على لبنان، قال له روح وراح على فلوريدا يلتهي بالانتخابات. ما هو ما فاضينا هلا، يعني هلا إذا مسؤول لبناني بدأ لأمريكا شو بيقول له؟ بيقول له مش فضيلة خل عني لأشوف مين بيديرك. بس حسب ما فهمنا أنه رئيس عبد الحريري عم بيحضر رزنامة يعني برنامج زيارات الخارجية قد يبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية في. طيب ليش مين ليش بتعرفي مين رح يكون وزير؟ مين لا ما هلا لا تتسلم السلطة ولا تروح إلى إذا ربح ترامب شيء، وإذا ربح بايدن شي تاني. إذا ربح ترامب إيه فيك تروحي، لأنه الإدارة حتكون استمرارية ونفس الوجوه اللي بنعرفها، إذا تغير راح يتغير شيء طفيف منهم. أما إذا ربح بايدن راح تيجي إدارة كلها جديدة، يعني ديفيد شينكر بده يروح، سهروا لترامب بده يروح، كوشنر كتار بدهم يروحوا، فلهيك العلاقة ببايدن ترامب. وبايدن ترامب ما تنسي على الحفة، يعني كل الباحثين انا ماني باحث امريكي طيب قديش بس كلهم بيقولوا ما حدا بيعرف مين. طالما انه بعدنا امام مسار طويل، اذا بدنا لنقول انه والله رحنا الى نتيجه انتخابات امريكيه ورتبوا اخر شيء ملفاتهم باي اتجاه رايحه الامور سواء مع بايدن او مع ترامب، ما في وضوح بالرؤيه الامريكيه قبل الربيع المقبل، خلينا نقول لا تتبلور الا اذا ربح، اذا ربح الا اذا ربح ترامب بتصير اسهل، لانه نفس القد ونفس الفريق وبيعرف الملفات في كمل. قد نكون امام يعني فتح ابواب من اجل توازن اقتصادي عدم انهيار كامل. بسط لك هي اذا في اتفاق نووي ايراني امريكاني وشيك هاند مصافحه بين الرئيس الامريكي والرئيس الروحاني شيء، واذا في حرب بالصواريخ شيء، واذا في معارك اقتصاديه وعقوبات شيء اخر. لبنان ليس جزيره منعزله، لبنان يتاثر بتلك المناخات، لكن بهذا الوقت كوني اكيد في معركه ثانيه راح تكون صندوق السيادة بالإن مع المصارف، التعاطي مع الودائع، أصول الدولة، سعر صفيحة البنزين، الدعم، الكهرباء، تحرير سعر الصرف، تحرير سعر طيب يعني لأنه ورقة الصندوق يعني كمان في ملفات، يعني الناس مفكرين الصندوق بيعطينا مصاري وبيقلنا هولي عادية تصرفوا، لا الصندوق رح يعطيك مصاري ورح يعمل لك وصفة ريجيم قاسي بدك تتحملها. إيه بس كمان سمعنا مواقف واضحة بهذا الاتجاه، وحزب الله كان متحفظ وكان بده ياخد أجوبة على أسئلة محددة، لأنه بورقة اليوم البنك الدولي في أمور قالوا أنه لن يسيروا بها، أنه ما حيروحوا على آخر شيء القرارات الموجعة للمواطن اللبناني لأشياء ما قادر يتحملها. لكن شو اللي صار ستنا؟ اللبناني جرب أسوأ شيء، جرب نترات الأمونيوم فجرت فيه، جرب الدولار ب 10,000 ليرة، صرنا هلأ إذا بتعمل الدولار 5,000 بيعملوا حفلة
يعني فعليا اللي صار حكومه حسان دياب اللي صار فيها حرام. المواطن حرام وانظلم، هيدا الرجل انظلم بكل معنى الكلمه، انظلم. عم بحكي عن المواطن اللبناني وهو معه حسان انظلم كمان. يعني هلا فعليا اليوم وقت بتقولي نزل سعر صرف الدولار، شو نزل سعر صرف الدولار؟ شو صار؟ عم بكب مصرف ثلاث صرافين ضخمه، عم بكب هولي مزبوط، عم بكب مصرف المركزي 20 مليون دولار بالنهار لكل صراف 5 مليون. طب ليه هلا كبوا قبل ما كان عم بكب؟ ما بعرف، اساليهم الهم، ما تساليني الي. لكن لا هذا بس عندك جواب. هذا اللي صار، انا قناعتي لانه كان في اشتباك بين الرئيس دياب والحاكم، ولا قدر الرئيس دياب، يعني دولار سياسي مثل ما دائما عم نشوف، اكيد الدولار سياسي والمناخ سياسي وكل شيء سياسي. حلو. والاعلام سياسي، كله هذا الجو سياسي، النفس بلبنان سياسي، الطقس على شوي سياسي، كل شيء بلبنان سياسي. باختصار هذه الحكومه عندما تتشكل سوف يبدا كباشا اقتصاديا جديا، لكن قوه هذه الحكومه انه المواطن اللبناني جرب اصعب شيء. يعني هلا بتقولي الدولار 5 بقول لك ميرسي، هلا بتعملوا كابيتال كنترول بقول لك تخيلي صار مطلب شعبي الكابيتال كنترول، لانه في واحد عم بيقدر يسحب والثاني مش عم بيقدر. لا اخر شيء بدهم يتنظموا. لا جربوا اللبنانيين الاصعب. على امل. لا بس بدك تسمحي لي بالختام، نحن بذكرى المولد النبوي الشريف. اولا بدنا نعايد كل اللبنانيين وكل المسلمين. وماني بحاجه لاستنكر الحمله المغرضه على الرسول الاكرم، لانه كلياتنا عم نستنكر وهذا شيء طبيعي وتلقائي. لكن في شيء أهم من هذا الحديث، وهو شيخ الأزهر اليوم عمل موقف عملي جد. شو قال؟ لإعداد قانون دولي يحرم الإساءة للإسلام والرسول الأكرم، بيشبه قانون معاداة السامية والمحرقة. يعني هلأ سوسن إذا بتكتب على الفيسبوك المحرقة كذبة أو على تويتر بيسكروا لحسابها، بتروح على أوروبا بيكلبجوها بيفوتوها على الحبس. يا دول إسلامية، من الجمهورية الإسلامية بإيران للمملكة العربية السعودية للإمارات لسوريا للبنان للكل الأعضاء في دول المؤتمر الإسلامي، شرفوا حضروا أنو، لأنه بيانات الاستنكار منيحة بس شو بتفيد؟ تخلص. حضروا قانون بيشبه القانون اللي انعمل لمعاداة السامية والمحرقة، روحوا فيه ليصبح قانونا دوليا يحرم على أي كان ويمنع أي كان من التطاول على الرسول الأكرم. غير هيك عم نحكي شعر. شكرا لك سالم زهران، شكرا على المعلومات. مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل ونتابع 90 دقيقة واستقبل ضيوفي دكتور طلال عتريسي، فيصل جلول مباشرة من باريس، ومسلم شعيطو من روسيا.